نادي الاهلي بعيدا عن اللي يقول الكابتن جهاد جريشه بيقوله ولا الكابتن فلان الفلاني بيقوله، هما اتنين جهاد جريشه ورضا عبد العال. الباقي كله طلعوهم بره المنظومه يا جماعه، او طلعوهم بره تفكيركم. ناس كتيره بتقعد تكلمني هو ايه اللي بيقوله، ما يقول اللي يقوله، هو مبسوط، هو شايف نفسه عكس التيار. الاتنين دول عكس التيار، لازم يمشوا عكس التيار عشان يتشافوا. صدقوني لو مشوا مع الـ مع الـ مع الشكل الطبيعي لاي حاجه، يعني لو النادي الاهلي ما خدش البطوله كلنا كنا هنطلع نقول النادي الاهلي ما خدش البطوله والنادي الاهلي كان وحش، ولكن ممكن ساعتها كنت تلاقي الكابتن جهاد جريشه والكابتن رضا عبد العال طالعين يقولوا النادي الاهلي كويس عشان الناس تستغرب وتتفرج عليهم. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ والله العظيم يا جماعه الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده مش عايز اقول بس متقلي من مين، ولكن ما تشغلوش بالكم يا جماعه، اتبسطوا افرحوا، اعرفوا ان الكاس اللي قدامكم ده هو كاس الفخر وكاس العزه وكاس حب النادي الاهلي، هو ده الفارق الكبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي حد تاني.